في ديار الضاعين وناديها وناديها يا دار ما فعلت بك الأيام تفي ديار الضاعين وناديها وناديها يا دار ما فعلت بك الأيام يا دار يا دار أين الساكنون وأين دياك البهاء وذلك الأعظام من كان مثلي للحبيب مفارقا آيع من كان مثلي للحبيب مفارقا لا تعذلوه. سبحان الله، أشهد أن ريحة ورد، ريحة ورد ما شاء الله، ورد في على القبر ومنتشر بفضل الله عز وجل عند رأسها وعند قدمها حتى الخارج، حتى الخارج تعبوا هنا خذوا شم تبروك كيف تشم؟ شو تشم؟ شو تقول ابو عمير؟ ريحة الورد موجودة، ريحة الورد ها في القبر كله. حسن حسن شو تشوف؟ من يشوف في الطرف الثاني كيف تشوف؟ وين ها؟ شم ريحة ورد حسن صح؟ ما شاء الله. عبد الرحمن؟ نعم. شو ريحة شنو؟ ريحة ورد. هذه بفضل الله عز وجل يعني حسن خاتمة، هذا حسن خاتمة أن الله عز وجل يحول من هذا التراب ويحول من هذا الصخر الصغير إلى ريحة. هو مش ريحة، هو أصلا من 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 من, من روائحه أنه أصلا يعني ما في ريحة، بالعكس ريحته غير جيدة يعني بالنسبة لابن آدم، لكن سبحان الله تحول هذا القبر بفضل يعني صلاح هذه المرأة وكونها يعني كانت داعية للخير، معلمة التربية الإسلامية بفضل الله عز وجل وصالحة وكانت على خلق عظيم. الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة جعل من قبرها ريحة مسك. احنا ما ندري صراحة، لكن الأخوة اللي زاروها بعد صلاة الجمعة الأخ جزاه الله خير أبو عمير ذكر لنا انه والله من دخلوا المقبره ابو عمير شو صار بالضبط اخي من دخلتوا الظهر؟ ما شاء الله رحنا انا والمشعل زوجها وسمينا ريحه الورد يعني، فما شاء الله يعني اخوانها بعد سالم وسيف كلنا سمينا يعني، ومشعل بعد موجود وشم هالشيء يعني شافه يعني. مشعل سميت انت؟ ما ابوي ها؟ هل حطيته مش على الورد؟ هل صبيته؟ ما حطيته. نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويرزقها إن شاء الله الجنان وصحبة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وخديجة رضي الله عنها وصحبة آسيا بنت مزاحم وصحبة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصحبة أمهات المؤمنين. وصلى الله على محمد. أحسنت يا